السلام عليكم، عودنا ولينا من جديد مع سبا برك الطروه. دوك ما كنت تشوفوني طايح عليه لاطاش باش نكملوا باسكو ديري لي سباس. رانا ذي المره مع الهروب الكبير، ذا بيج اسكيب. نورمالمون شوفوا شافيه علاش حتى نهربوا. لين احنا هون سافل دي رافيلو سجن ناس قدام من جماعتي، كانوا مهربين مرفهين وهلا جبرهم يشتغلوا بالمناجم. مرفهين وهني بيشتغلوا معي؟ شو زكي، كنت مأمنتلن تخوتتون وعندن أكلون والجرابا، وهلأ هني بالقفاص. هيدا إذا زعران دي رافيلو ما عم يفلحوا عليهم. وانتي ليه ما بتعملي شي بهالخصوص؟ رح نتصرف نحن التلاتة. واحد من رجالنا هرب من هونيك وبيقول انه في ثغرة أمنية بالطابق الأرضي بالسجن، ممكن نشغلها وبهالطريقة بتفتح كل البواب. موضوع شكله سهل، بس هيك ما بتكونوا عم تعرضوا أصحابكم للقتل؟ ما بيقدر عليهم، ظهرن وبعدين بتشوف. أنا عاجبني صوتهم. أوكي، عندهم أصحابهم هذوراهم مسجونين قلها على تي ما تعاونيهمش، كانوا مرفهين، كانوا ياكلوا الكابا، الكابا ولا شي ذي الكابا، مش عارف. المهم سيد هرب من واحدة بلاصة، نروحوا نشوفوا ذي البلاصة اللي هرب منها باش نسلكوهم. قم بالوصول الى تحت الارض. اسمعني كوب، كل غرفه بالسجن بيتحكم فيها نظام بثلاث مفاتيح، انت راح تشغل مفتاحين وبعدين الثالث كرمال تفتح البوابه الداخليه. فهمني؟ شو فتش على المفاتيح وشغلها بالعكس. ايه بعدين بالخط رح نحرس مدخل السجن انت وتحت رودريغيز. طلع عليا نفح جدكم. كنت بتمنى من زمان. شكون طاك النيميرو تاعي؟ مزيش تعيط ليا؟ شايت شايت شايت. قلو اهدى، انا يسموني نهرب منه. مطرح ما حشوف حتى مطرح. عم تسمعني؟ مش نسمع. عم تسمعني؟ سيد ما شافنيش. لا بلا لا بلا بلا والله مو ديها فيها. افتح المفاتح افتح المفاتح افتح المفريزي. لكن يا ريت تكمل، انا كتير عاجبني فكرة انه اشوفك معي لنزوم. غلطة واحدة بعد وراح نرجع نبلش من اول وجديد. ايوه ها شكت ما بلت علينا مواد، بالعكس انا نكملو في الميسيون كيسبع الخير. هذه رافيلو هذه. ايوه انيكا فتحت كذا غرفة من غرف المسجين، بعد في كم واحدة بس. طب انا بالفعل بس اذا كنت بتفضل انك تموت هلا قبل بكره. طيب خليني زيك مستحيل وبعدين. والله مو حق جامع رافيلو راح تغني على بالك. اوه سنايبر روح اسكت. عجبتني هذا السنايبر كي تلحق ليه جبت بيستول. اروح سنايبر طب اوه دخلت فيه بيبا ايها مع التالي فرينج. او ما ماتش هذا. طب ها 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 المفتاح الاخر صح ثاني. شايت 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 انا نسينا فيكم تعطوني. ها سما كنت انا كنت نصيف فيهم مسيا لبيت لهم ما يوصلوا. طب طب اخترق اخترق قبل ما ينوض. حي حي شايت شايت يا ودي فريزا. اوك جماعة نحن نخترق نخترق التالي كيش تو كل هوايش باش يديرونجوني راح يتوشيني سنايبر. اح اح
اعيد العمليه الا من الاول. شايت السنايبر يحطني. اغصب اغصب ابو بس كي تختار كي تشيك واحد تانيل باينه هذا شي باينه مي باين اعماق ننزل الى اعماق السجن اكثر واكثر واكثر نقطة تفتيش ايه خشينا هذا كلاسا نوم تلصق شم شابة شابة عبك شو مباري نجبدلهم هذا نجبدلهم هذا ايه عندي حبة وحدة بر تربح عشان نقلق عن هذا تل تل اقتل اوه سيد بشرا خذ لك بيقبل اراه شوف هات يميت يميت ورا ورا ليك ليك ما يخلاش الرصاص ريمبو يعود من جديد في اللعب يا كدي ركاية هي صح بعدين اني اذا فجرت هيدي الوالدات ما في ولا اثنين راح لك شو نجيب لهم ليك ليكم شو نجيب لهم ليك مت شابة اوكي انا عاودت على سوة السعد ذا المرة اسكو يضرب بشي بشي يحمى ايوا مكانش كاميرات ما يشوفكش ايه سما سيفون طرطكتو بروبليم كي ماهوش داير عرس تاع يحبس الرصاص ماشي بروبليم هذا مي هادو الربعة ساعة قتلون ديك السيد راهو ينقز ليه انه يقفز يا جماعة انه يقفز ولا يغار يذهب الى السطح جدك ما تصلحوا الويل والساعة قتلونا اح اح خبط راسك اوه طر فجروهم بو 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 تويور عطاوة عطاوة ايه صحابي هاد تويو عطاوة فما زال سنايبر دايما بروبلم تا سنايبر اوه بطلهم سنايبر ما خافش موت سنايبر موت جد نكست اذا ما ماركيتوش راهم يجي واحد اخرين خشان على اللي كانوا يكسيستو قربلو اقلب 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 شكرا لكم بثي ماتوا صحابي انا شحال ماتوا لك ما مات حتى واحد انك كثير لطيفه كثير لطيفه يا ايه ريكو انه يحل شوف قد ايه راح اكون لطيفه ايوه شبه الهروب الكبير achievement unlocked this mines are the pits اصبر تشوف هي حق ما بعد اخرى قاع شو ورانا هاني شو بالله حيقولوا لنا حرر منطقة على باك المنطقة شو كيما هادي شعل كبيرة متخرش ايه كبيرة صار فيها شو استطاعت بزاف ها مليح قالك راح قول له جماعة مادة بافارية على الطائرة اوك جماعة الحق عباك شعل بعيد هذيك 10 كيلو 10 كيلو وانا هكايا كنت في الطيارة بطيحوا لي وبتحكت لهنا بزاف شلدن اهلا اخيرا شفناك يا ابني اخيرا صرت مستعد تحارب معنا كرمال ميديتشي اسمع قبل ما نبلش نحكي بالمهم في شغلة بدي خبرك اياها انا واحد حيوان وندل وهالشي صحيح مزبوط انا خنت ناس كتير كانوا معتقدين اني صاحبهم عن جد من الاخر ريكو انا ما بوسق غير بثلاثة بوسق بحالي طا
طبعا، والعم سام، وانت. اسمع، هو انا ممكن كون شخص مش كتير منيح، بس انا ما بحياتي رح خونك. بعرف هيدا زينو. كنت عارف، انا كنت عارف من الاول انه هيدا جبان وخاين ومنحط كمان. اسمعني شيلدن، بشي يوم من هالايام انا رح اسالك وتخبرني كيف تلاقينا على المركب بالليلة يلي اهلي ماتوا فيها، وانا اكيد انه هالقصة ما رح تعجبني. ديما، شو عم تعملي هون؟ روزا قالت بحاجة الي. قالت لي وين روح. بس كيف؟ شيلدن. نعم ريكو. انت عم تحاول تجذب الرئيس الجديد؟ طول بالك، ما فيك تعلم شخص قديم خدع جديد. ليه؟ لانه روزا مانويلا بتعرف الطريق للحرية، وانا الحرية اختصاصي. هلا شو رأيكم نعطل الانبلي ونخلص العالم؟ يلا يا ابني هزلي اجريك. جماعة الخير قاري هنا سيد الاخر ويشيت للرئيس. مهم هذا شيلدن ثانيك شغل يبغى يحرر بلد بطريقته، بشي طرق غير شرعية. عجبني كي قالوا بلي انا يا صح نزلو كابسة، مشي انا اللي خنتك. بتقلو ذاك الطبيب. معلوماتي بتقول انه في طيارة عم تقرب من شواطئ مش كتير ثورية. بعتقد عم نأمن لحالنا. مش ايه خفيفة للطنوبيل. ليك 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 شعب تجري. جو 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 جو. قم بالوصول الى المطار. هيدي الطرقات مش موجودة على خرائط الوكالي. بحياتهم ما راح يشكوا فينا. ايش في جي بي اس هذا الطرق؟ انا قلبي مش مرتاح ابدا لهيدا الموضوع. ايه طول بالك وخليك ايجابي شوي. انت عم تكون باغي صوتي من وهيدا غلط. بيان سيكي نركب معك نولي متشائم. والله خاطر بزاف. حبك شغلي كي يبداو يحضروا ويحبسوا تحسبهم ما تفهمش لا كم لا حيزيدوا يهضروا ولا باسكو يهضروا بعد يحبس وتسنى شويه باش يجاوبوا الاخر. في عوائق على طريقنا. ليك 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 فان تدخل في العوائق. ليك ليش يا ولا مره عرقلتني من قبل. ليك هيدي اللحظه اللي ناطرها يا ريكو. يا ما تقش لحق. اقصب اقصب يدخل يدك دخل يدك ليك هذا يدك بعد يدك راسك. لا 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 يس 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 يا حصلنا حصلنا. هذيك لها ديتش كنوريس وما دارهاش. كيعجبني كي يعطولهم زعما باش يورولهم تحسب يقولهم ورونا في الكاميرا. هذاك اللي قرصه. وصلت للهدف يا ريكو، انا مسيطر على الموقف. صعود الى السقف. من نيتكم خرجتوا خلاص في الفيديو خلاص بزاف عليكم. يا اهم شيء قم بألعاب بهلوانية. وات طائرة بضائع. احمي الطائرة. منه نحميها؟ ايه اروح اخرج. كتب الدور هكا الطيارة. نو 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 رحت عليا رحت عليا درت غلطة حياتي. امبوسيبل نلحق لافيتاس تاع الطيارة. اودي ها اوكي شو درنا؟ عندي غير هذا برك. تربح؟ ايه والله اللي عندي.
لك نجبد الميك. والله اللي حكمته امه. فيها تقطع. اصبر لسقوا فيها. سقهم في بعض امه. اجبد اجبد. اروح. زين. متقطعش. اجبد اجبد. يس. يس. شايت 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 شايت. زال هذا. بعيد راح بعيد هذا. شايت. نو متفتح وش النار. اصبر. يا اصبر. اسقفي اسقفي صاحبك. روح. ايوه هاك هاك رونها. يس يس. ليش ليش كانت قطرت قلت لك مكاش كيف نطقطقهم. طاحت فيها؟ والله ما طاحت فيها. بركه متفق. شايت. لازم نجبدها هلا. هاك. شايت 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 شايت. ايه راني مخمم اصبر. سقى هنا تربح. مقلب. اس اس. تقول ليش كنت كابوك نقرص عليهم اللي قاعد نتبهلك. حتى طرتك طرتقت. اوكي احمي الطائرة. خلاص نقرص عليهم باش نتمسخة. تربح. 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 نزلت واحدة أخرى منا. اسكت عليا راني مكونسونطري ما نسحقش نعرف الاسم. موت جد موت. اركب تربح. ليش عم يصرخ بس؟ اوه خلاص الرصاص. تربح. شو عم يصرخ طيح طيارة برصاص؟ يا روح برك. نسيت بلي راني في جيت اخر. ها طيح. حي وين راح؟ وين راح هذيك الطيارة؟ قش بزاف قش قد اللي فيها. اللي قيس البومبا عليه. قمت ايش؟ واش من قنبلة اللي حتى انفجر؟ ايه استقل طائرة.
اخصب اخصب. قوم قوم قوم. فشلت ما تتمسخرش. سالهم امو يعطوها لي باسكو هذيك هي هكا تجي في الافلام تجي في دقائق التوال. هادي بعد ديال طونوبيل بعد اقفز من الشاحنه قبل ارتطامها بالماء. ترارارارارا وصلوا له للجنرال على هديه. ما هو ايه بومبا كانت فتله في الكاميو. اوه روعه باش تعرفوا باللي بشوفك بعدين وممنونك انك استعملت طيران شيلتون. باش تعرفوا باللي فريمو منش حط مع الاسطوار كاع. الخطة كانت ممتازة. انتوا احسن قوات عسكرية خاصة بالعالم كله. انتوا كيف ما قدرتوا تقتلوا مجرد ولد متخلف لابس بدلة خردة؟ انا رح اقدم لكم ريكو رودريغيز هدية. علاش ما ضربش هذيك اللي لابسين الكاسك؟ ميديتشي مثل اي جبان مثير للشفقة. بس لا لا، اللهب الازرق تبع البافاريوم رح يحرق الارض. انا ما رح اخسر ميديتشي ومناجمها الغالية كرمال شوية اغبية. شوف شو خليتني اعمل. شوف شو بدك تنظف. طبعا هلا السوار راح يهاجموا بطريقتهم وما راح يصير شيء. هاجموهم وتأكدوا انهم عارفين انكم جايين. انتي ابعتي احسن قوات عندك وطلعي الغبي اللي اسمه زينو من سجنهم. بدي اعرف كل شي بيعرفه. بدي كمان اتأكد انه رودريغيز ما يعرف ولا اي معلومة من هالغبي. وإذا شفتوا المنقذة المزيفة للبلاد روزا مانويلا خلصوا عليها وقتلوها. إياكم تخزلوني مرة تاني. لا أسر هم غير يخلصوا هم غير ينقصوا. كين ربعان بطلق أعطاهم قولوا زوج اسمي ذيك هي الميسيون الجايين يكملوا هذا. أيوة مدة بافارية على الطائرة. اصبر اصبر ما تقوليش برك نحرر من الطاقة باسكو هذا شني خايف فيه. هيا الابيزود الجاي ان شاء الله نشوفو المراقبة مراقب على الحائط. Till the next episode thank you guys for watching. هيا باباي.